يا جماعه انتوا حشتكوا جوي بجد فعلا، مهما الواحد لف مفيش احسن من بلده. ياه عظيمه يا مصر، يا اغلى اسم في الوجود. مصر هي امي، لما تلاقي الجد في ايده حفيده والناحيه التانيه تلاقي المج في ايده. ما تخلص ايه هتقعد تغني لنا الفلكلور كلها تقول ايه يا كبير؟ نسيت ولا ايه؟ ناخده على حجرنا. ايوه صح. نورت يا حزلقوم، نورت حجرنا، نورت المزاريطه كلها. ايوه نور بنورك يا كبير وبنفسك. طب فككوا بقى من الهجايز دي كلها، انا جبت لكم شويه هدايا اخر علاجه. بص يا هديه، ايه رايك في الفستان ده؟ عارفة أنا جبتولك من باريس، من أفخم بوتيك هناك، من كريستال عصفور. اكسكيوز مي، قصدك كريستيان ديو؟ أيوة الله ينور عليك. أنت عارفة ده أفخم مكان هناك، ده زي العبودي عندنا. بس ده بالشجلوب ده ولا إيه؟ لا ما أنا كنت مفكر كده برضك. لا هو تصميمه عامل كده، اسمه موديل البطانة. هو أصلا بيجي معاه حتة تانية، بيبقى شنطة واخدة بالك مصنوعة من البوفتيك الكندوز زي اللي كانت بتلبسها ليدي كاكا. بس أنا ما حبيتش أجيبها لك الصراحة، قلت مش هتناسب البيئة بتاعتنا المصرية، لأنك لو ماشية بيه في قلب الشارع هتلم عليك الكلاب السكك. إيه القرف ده؟ هلا حجر ده فستان زين قوي، ربنا يخليك يا سي حزلقوم. بجد عجبك؟ أنا كنت مران على الحكاية ده، أنا جايب لك منه 7 حتت عشان لو دابت حتة تلقي التانية. وأنت يا سيجون بص جبت لك ايه؟ اتفضل. Thanks bro. What the hell is this? ودي جايبها لي من اخر العنقود ولا من فتافيت السكر؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا جايبها لك من امريكا، من مطرب امريكاني اسمه 50 قرش. وات؟ دي البلينج بلينجز بتاعت 50 سنت؟ ايوه يا عم، امال ايه؟ ده على فكره دي مصنوعه من الذهب الخالص ومرصعه بالماس حقيقي. ده انا خدتها منه يا عم بطلوع الدرس، ده طلع صايع يا عم وقارح، ده طلع عليها الطبنجه وعمل عليها حوار هو وعصابه الجيل اللي معاه. بس الحكايه دي يا كبير واخد بالك بدات اساسا في مدينه بروكلي. كنت هناك وجبت حته تونت اشتريتها، كانت عليها اللي هو الزبيب دوت. خلاص عاد خلاص، ما تحكيش دلوقتي، وزع الهدايا وانت ساكت. اقصد اقول يعني وزع الهدايا دلوقتي ونبقوا نتكلموا على رواقه بعدين نحكي لك. ماشي يا عسل، لا مؤاخذه، انا لو كنت اعرف ان جوز الكناري دول هنا كنت عملت حسابي جبت لكم معايا حاجه خصوصا يعني قبل سمنس. نو بروبلم يا حزلقوم، مش ضروري هدايا، كفايه ذوقك. ربنا يديم المعروف يا ابله سمنس. بس برضك ما يصحش، هوفق لكم حاجه كده. خد يا فيزو. الله يرضى عليك. دول اللهم صل على النبي 2 فولكس، حاجه كده على مقاسه. انت تقصد تقول رولكس؟ اه يا عم انا قلت كده من شويه، قلت فولكس. دول الصراحه كنت جايب الاتنين دول للكبير، بس خلاص بقى ما يغلاش عليكم حاجه. ايه الغلاسه دي؟ ليه يعني ليه ما الكبير ما ياخدهاش؟ ازاي يا كبير؟ ده انت الكبير ومقامك كبير. جبت لك اغلى واكبر حاجه عندي. صح 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 يا عم، امال ايه؟ خد يا برنس. اهدي، جايب الفزاع ساعة رولكس وجايب لنا بردعة؟ بردعة ايه يا عم؟ دي العباية بتاعت أكبر راس في تنزانيا كلها. بس الله يرحمه بقى، مات مقتول. يا كبير على حجر. حجر ايه يا وليد؟ دي سكند هاند وبتاعت واحد مقتول. معلش ندهلس عليه. زينة قوي، زينة قوي يا حزلقوم، الله زينة. نبقى نعملوها مشاية، انحت علينا ويلكم، حطوها قدام الباب. ماشي. عجبتك بجد يا كبير؟ زينة، أحلى هدية جات لي في حياتي. طب البسها. البسها كيف ايه؟ البسها يا عم.
ابغى البسها بعدين. لا لا البسها دلوقتي. فانت مش فاهم، انا طول الطريق وانا في قلب الطياره بحلم باللحظه اللي هتلبسها فيها واصورك فيديوهات واحطها في قلب الوسائط المتعدده. تتلبس كيف؟ This is so weird. من الناحيه الثانيه خد دي بقى، خد دي حطها على وشك. لا خد دي حطها على وشك. ابقى حطها بعدين الدنيا حر. يا عم حطها يا عم، خليني اعرف اصور فيديو بقى. واه شكلك زين قوي يا كبير، وقلبس على طول في الدوار. تعرف يا كبير، هي كانت على الراجل شكلها وقور، عليك انت شكلها عبيط. الصح الصح، حضرتك خدتها من زعيم القبيلة؟ ايه يا عم انا بفتش عليك. لازم حضرتك قتلت وخدتها مني. ايه فزع الكلام ده، هو انا وشي كده؟ ما خدتها كيف؟ اصل الحاجات دي عادة يعني عدوها للورصة. بسم الله ما شاء الله نبيه. انت تعرف انت حقيقتك كنت دخلت حقوق وحقوق عين شمس كمان.